مساء الخير يا جماعة، معكم كريم سامي من شركة نيو ستارت، وده فيديو جديد. احنا النهارده هنتكلم عن مول قوي جدا في العاصمة الإدارية، بس خليني أكلمكم عن مول فاستو بشكل أوضح بكتير. بالنسبة لنا كل واحد دلوقتي عايز يمتلك يونت بالنسبة له، بحيث إن هي كاستثمار احنا شايفين العقار هو بشكل كويس جدا كحاجة ننفست فيها وتجيب لنا عائد بشكل منتظم، وبلس على كده كمان إن هي سعرها بيعلى كل سنة. خلينا اوضح لكم اكتر عن المشروع. احنا نتكلم عن مول فاستو. مول فاستو تبع شركه شانل لوكيشن، هي شراكه بين السعوديه، شركه سعوديه وشركه مصريه، شركه شانل السعوديه مملوكه لآل عبيد. دي بالفعل بادئه من سنه 67 في قطاع التجاره والصناعه، واليوم برضه مصانع في الصين ودول تانية خارج مصر، وبلس على كده كمان هم دخلوا كمطورين عقاريين. خلينا نتكلم بقى عن شركة لوكيشن المصرية. شركة لوكيشن المصرية هي بالفعل نازلة بأكتر من بروجكت زي فيدا ويست، بنتكلم برضه في فيدا مول، فيدا بيزنس كومبلكس، ومارفل مول. خلينا نتكلم عن اللوكيشن بشكل أفضل. احنا دلوقتي اللوكيشن بتاعنا في أميز مكان في العاصمة الإدارية، في MU23 قطعة H15. هي منطقة خدمية بالفعل بتسيرف على ريزيدنشن 2 وريزيدنشن 3. كل ريزيدنشن بيحمل 150,000 نسمة، فانا بالفعل بسيرفس على المنطقتين دول، وبلس على كده كمان انا موجود على محور الوزارات، تاني نمره من محور الامل. محور الامل بالفعل تقدر توصل له بمنتهى السهوله. احنا لو جايين من مصر الجديده ومدينه نصر بناخد طريق السويس دايركت لحد مدينتي، بندخل يمين بننزل محور الامل بنوصل لاخو، هنلاقي بالفعل البروجكت، وبرضه هو قدام منطقه الاعمال المركزيه، منطقه السي بي دي اللي فيها البرج الايقوني. وبلس على كده كمان انا ما اكتفيتش بان انا خد اسيرف على الحته دي بقى الاماكن دي بس، لا انا بالفعل جنبي مدرستين انترناشونال، منهم بالفعل مدرسه شغاله دلوقتي وفي مدرسه لسه اندر كونستراكشن. خلينا اوضح لكم الديزاين بشكل افضل. احنا بنتكلم ان هو مساحه البروجكت 10,000 متر، متقسم عندي ل 3 اندر جراوند باركينج، عندي الدور الارضي والدور التاسع. تقسيمه الادوار بقى كمان مميزه جدا، انت عندك من الدور الارضي للدور الثاني بنتكلم فيه وحدات تجاريه، من الثالث للخامس عندي متقسم لطبي، ومن السادس لحد التاسع متقسم عندي لوحدات اداريه. بالنسبه للخدمات اللي موجوده في البروجكت والفيوز، بالفعل كل اليونتس شايفه فيو قوي، اذا كان على بلازا مساحه 6,000 متر او بنتكلم ان هو على محور الوزارات، فبالفعل اي يونت عندك بتبقى شايفه فيو. التجاري بيسيرف على 9 ادوار بشكل كامل، فانت بالفعل عندك ترافيك ثابت وغير الترافيك المتغير اللي بالفعل وقربك كمان من محطه المنوال المركزيه. وغير كده كمان انا عندي 6 مداخل للمول نفسه، بلس على كده كمان عندي 9 انصات، فبتسيرف عليا بشكل كويس جدا، مش هيبقى في كابستي على اسانسير معين. وغير كده برضه وجود 8 حمامات في الدور واحد، غير كل دور بيبقى فيه ويتنج اريا. خليني برضه اوضح لكم بالنسبه لستارت المساحات والاسعار بالنسبه للتجاري والاداري والطبي. بالنسبه للتجاري بيبدا معايا من 29 متر، ستارت برايس بالنسبه لنا بيبقى بين 105,000 للمتر، وبالنسبه للاداري والطبي بتبدا معايا من 40 متر، سعر المتر فيه بيستارت من 70,000. بنتكلم على بيمنت بلان، في اكتر من نظام سداد بالنسبه لنا، هو بيبدا من 10% مقدم وتقسيط لحد 10 سنين. بنتكلم في شركه الاداره والتشغيل، شركه ام ار بي، من اقوى شركات الاداره اللي موجودين في مصر بالفعل، ومعانا الاستشاري الهندسي هي شركه اركان، وبرضه في خصم حاليا واصل ل 10%. عشان تعرفوا التفاصيل اكتر كلمونا على الارقام اللي تظهر قدامكم على الشاشه. كان معاكم كريم سامي من شركة نيو ستارت.